السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. بيان يحيى سريع يدفع أسعار النفط للارتفاع، وإلى التفاصيل. سجلت أسعار النفط في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة ارتفاعا فور إعلان قوات صنعاء استهداف 3 سفن في منطقة البحر الأحمر. وبحلول الساعة 4:10 بتوقيت موسكو ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.22% إلى 77.4 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود برنت بنسبة 0.9% إلى 81.43 دولار للبرميل. وقبل ذلك أعلنت قوات صنعاء تنفيذ القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية استهدفت 3 سفن اليوم الجمعة، ما أثار المخاوف حول عمليات الشحن. وفي وقت سابق من تعاملات اليوم جرى تداول الأسعار الخام على انخفاض إثر بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات الذهب الأسود. وجرى تداول عقود الخام الأمريكي عند 76.5 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.48%، وتم تداول عقود برنت عند 80.96 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.49%. الساعة الثانية وثلاثة عشر دقيقة بتوقيت موسكو. وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف قوات صنعاء بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الماضي، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على قطاع غزة. ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع قوات صنعاء في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من قوات صنعاء من حين لآخر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.